السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة يوفنتوس القادمة بإذن الله تعالى في الدوري الإيطالي في الجولة 30. المباراة تكون بين يوفنتوس وتورينو ميعاده يوم السبت القادم 4 يوليو 2020 أو 4/7/2020. المباراة يكون ميعادها الساعة 5:15 مساء بتوقيت مصر، 5:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا وألمانيا، 6:15 مساء أو 6:15 دقيقة مساء بتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعودية والكويت وقطر، 7:15 دقيقة أو 7:15 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، 4:15 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وإنجلترا، أو 4:15 عصرا، و3:15 أو 3:15 دقيقة مساء أو عصرا بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة هي قناة بين سبورتس اتش دي 4 كعادة الدوري الإيطالي مع قناة بي إن، وهناك قنوات أخرى وهي بريمير سبورتس 1 اتش دي زي ما قلنا بي إن سبورتس اتش دي 4 وبين سبورتس الفرنسية اتش دي 1 وبين سبورتس كونكت. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم موعد مباراة يوفنتوس القادمة بإذن الله تعالى في الدوري الإيطالي أمام تورينو. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعملك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.